السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في أول حلقة من حلقات برنامج أمات البتيت. يقدموا كيف طراعوا عبد الرحمن واللباتة، وراجي إن شاء الله عنه يعود في هذا المستوى. وعطوني أخبار الصوت، صوتي أنا وصوت الموسيقى كانوا واصلكم والله ما واصلكم. يعطوني اخبار الصوت منكم فات اطلاع، يعطيني اخبار الصوت ياك اللي واصل. هذه الحلقه الاولى، سمحونا لعاد في نواقص في البث، والله في شيء والله جودته وفذي، لان اولى حلقه من حلقات البرنامج. ان شاء الله الدور الاخوه في القسم الفني يتقلب يكتب لكم امور كامله اللي فيها نواقص. والله اللي مرحب بكم كاملين وسهلا، ومنكم اطلع لي عنده طلب روايه دورها تنحكى له، والله شيء ولا حكيتها له، معناها انها لا ما متوفر عندي في الحاليه، قال ان شاء الله ندورنا ندونها عندي لين نقدمها له. وهذه بعد ما اللي انقرنا لكم شريط زينه من المرحومه الفنانه دين متاب، ومن الفنانه الكداد انا مختي متنان. صوت واضح، صوت الموسيقى واضح، وصوتي أنا واضح. إذن كما أسفت الآن تشاهدون أولى حلقات برنامج أمات البتيت على الصفحة الخاصة بالوكالة المتعلمة للصحافة. حد منين بلده فيه المديور. مرحب بكم كاملين، لكم فات اطلع والله يلتحق بين ام اللي لعل يا تعيا والمتين يجهم من تصريف وزينات، وفيهم وحدة تعيا والزين يطروه بحالات خراتي، غير ترقلي قت عينين منت الشيخ قبيل ملانات، عندي عنه ما هو هيين ذاك الوصف العليات. احمد سالم حكينا انا وانتي، انا وقفت الاثنين قلتي لي شي فيه قتيلي، وعد بيك الا عند منين قتيلي ذاك القتيلي، لاني متفقد عاقب ذاك ونني يثبت ذهلاك. وقفت انا وانتي الاثنين قلتي لي شي فيه قتيلي، وعد بيك الا عند منين قتيلي ذاك القتيلي، لاني فاقد شي عاقب ذاك ونني يثبت ذهلاك، حاج اللي عنك انت معاك وانك انت تصنتيلي، سولتك عن الشقاع بهاك حاج اللي تيتي تفتيلي وفتيتيلي، واترك فتواك انا ما كان ماتيلي، كيف اللي مستني حشاك سهوة وانقطع واتيلي، ودركتي فما قونق لاك عني، وقبتي بنتيلي، وقفت انا وانتي الاثنين قلتيلي شي فيك تيلي، وعد بيك الا عند منين قلتيلي ذاك قلتيلي. ها عنك يا مسول تحديد قال على الدويرة، قال على عنك يا مسول تحديد قال على الدويرة الغريد، قط نزلتيها دهر بعيد من ساحل غير مرقتيها، ونزلتي في دويرة حميد، وعاد عليك قري فيها وعليك قدي هل العيد، فنواد المتوليه واللي فم والفم منه كامل يبغيك، ولانك والغيد على جيها، وانك ما تبغي حد وذيك دويرة قط نزلتيها. ابراهيم العليين. سالك يحيى باتح هي طلعت المسيله، المسيله قاعي لا تمي تذكر ما خلقت لك حيله، المسيله عقلي فغنيت ما هي باطل لا المسيله، مسيله من عند قويبين للسلطانيه مو كرشين، ومن عند الرق العظم الطين شوفتها في العين ثقيله، وسور ملي وظلتين لا تمت فيها حيله، يا غير منين تشوف العين قال الله والله العزيله، وحكم الكوات ومخيزين الحريجات وعظمتي له، ذوك جار امي لمنين يد الدلال ويك ثقيله، وذاك الصهوة بالمين عالة المسيل المسيل. الناس يبانوا قاسوا عنا الكحال.
ان شاء الله نحكي لك شنو غنيانا ان شاء الله. وراني بالمناسبه مرحب حتى ترحيب خاص بالجاليات الموريتانيه في الخارج، وهادي لهم هاي الحلقه الليله من برنامجنا، ويعطيكم كاملين تتابعوا صفحه الوكاله تاع الصحافه وديروا اعجاب بالصفحه، وان شاء الله هذا البرنامج لا يعود مساء كل جمعه في نفس التوقيت ان شاء الله. وندور مد نحاول الله ان شاء الله نحاول عنا نطوروا منه ان شاء الله، ونجيبوا على ذاك اللي قاعدين كانوا نجيبوا عليهم من طلباتكم واسئلتكم. والله اللي مرحب بكم كاملين وسهلوا في موريتانيا في الخارج، وراجين ان شاء الله موريتانيا ياسر من الخير وياسر من الاستقرار وياسر من الاتساع وياسر من الامن وياسر من الهون ذاك مفصول فيه. قلت اني نبغيك بلي عن شي غاسر مان، وقلت اني نبغيك بلي عن شي قلت مان، واللي غير انت يا قاع قال لي ياسر من الانواع طار لك الريم خلي الحمارة تنباع، كنرجع من الغيبة شر البدع ابو طويبة والسمسية وابني بيت اللي انقذتان هاي الارض تزيد هيبة واني سبحان، نعرف عني خير في نوع عدل وعن السمسية وابني بومنا حلبتان. وخيرت بكم كاملين ومرحبا بكم حتى وسهلا وهلا، وشاكر جزيل الشكر صديقي وزميلي العميد عبد الله الفاعل المختار اللي اتاحت هذه الفرصه اللي اتاحت للمشاهدين على انني اجابر على هذه صفحه هاي الوكاله المحترمه. ومره اخرى اقدركم عنكم تتابعوا صفحه الوكاله وتحطوا لها اعجاب ياك تموا ماكبين برامج كامله الزينه الاخرى والاخبار مملي عليها ان شاء الله مواكبه يوميا للحدث. الله اللي يوقف بكم كاملين. مدقاني كنت اللي على ان شاء الله. محمد وباب احمد كيلي القاف قاف ما شفته. لك ما شفته بعدك. نح راني مولي هذه الحلقة هذه اداء خاص لجماعة حفير، راهي تعرفوا نفسها جيدا قبل طلبات المستمعين. بغيتك مازال قدر يقد بهاك وتم خبر ذاك معاك ولان شفري عنك قد بهاك. العميد الله وخرت حتى انا ندورهم هما. بغيتك مازال قدر يقد بهاك وتم خبر ذاك معاك ولان شفري عنك قد بهاك، وفخلاقك تميت نجري قدامك وراك، قلبي تملام صحري ما فيه لذاك قد البيغ الصفري مش ماغلك. ها مانج ان شاء الله نضل نحكي لك لين نلحق الفتيت. متوحشكم انا انتم حتى طلعت فاتو ان شاء الله. على الشيخ لما مؤخر ان شاء الله ما رضيت نضل نحكوها لك ان شاء الله. ها معني ناس يعني نحيي مره اخرى جاليتنا في الخارج كامله في امريكا في الخليج في افريقيا في اوروبا في جميع اصقاع العالم، وهذه النافذه فتحناها لهم اساسا هما اياك نخلق لهم نوع شوي من فسحه الترفيه وفسحه يروحوا عنهم من ضغط الحياه ومن رتابه الاخبار السياسيه ومن هذا. الوكالة المتانة الصحافة متنهولة حق يملانا من الفتيان يفطن فيها عبد الله الفاعل المختار وفيها أحمد الأبو وفيها عبد الرحمن والباتة وفيها ياسر من الناس اللي لابد لهم الهول. بالمناسبة راني محيي تحية كبيرة زميلي وصديقي وأخي أحمد الأبو لأنه هو المنسق العام لهذا البرنامج، ما يتقع يصح من دونه. يمكن أرجع لأقميني وتمرك تشليت عيني. ما نحكي يا أخي كامل
أخرت بيكم كاملين. طيب سليمان إن شاء الله نضل نحكوها لك بإذن الله تعالى. ذاك سمعتوه ذاك رواركم بعد زين الله يعدلوا التقوات. شكرا جزيلا. أنا مرة كنت هون في أبو ظبي ولي ياسر عمري تان وتميتي لين شرحت صورة تامر تقيمي ولها عام الله نين ما جاه الماء وتامر تقيمي زينة راه ياركم بعد العاجوخة زينة حتى تامر تقيمي زينة تميتي لين شفت الصورة باطل واخذ قيمي واخذ منه الماء ولا قديت يكون ما قد ذاك يفوت علي وتوف قلت صرتك بعدي اللي جاك ماك عاقب جفاف متين جاك وبعدتك يا نكون لك نبقي صدرك وامورك ونبقي ظلك الخثير واك راني هنا بعبلولك والله هل نبقي ديار نعرفهم ينتزلولك والله هل نبقي جبار حد راك يقولولك صرتك بعد اللي جاك ماك عاقب جفاف متين جاك وبعدتك يا نكون لك نبقي صدرك وامورك ونبقي ظلك الخثير واكراني فون بعبلولك والله هل نبغي ديار نعرفهم ينتزلولك والله هل نبغي جبار حد راك يقولولك حمد واللي سلموا واللي يقول يلا لي مثقل حد مر عقله بالليعة والصهر مربوط بحد وذاك مربوط بشي عنه خافي تخمام وافي والصبر وافي والزمن وافي يبات ام اللي ما نعس ليل ولا ما هو كافي يلعب بيه الغيوان ومستقبل مرة ومقافي طلب حد من المستمعين متقاني كنت لا على عزكتي في اللاشي ومنين مشيتي ما تلشي مني قاع معاشي صف عقلي وضياق حال عيشي وزدت في كل مال ونسيت اللي كان غال والحق حزمي لحواشي ونبات على اللي كنت ظال عليه بدمعي ماشي ساكن فراشي ما انسى الغاشي فيه ولا راشي وتخمامي عنك ما نظال نساسة ونشاشي ونساس الفيدي اللي نزال وقل لهم اللي تغراشي هذا معناه اني قبار مطار عاد شاشي ومدقاني كنت لا على عزكتي في اللاشي وني مشيتي ما تلشي مني قاع ماشي لا البار من أول مبارك شكات صلح رب ذي اللي ما نروم غيره ذا نسمع فيه لوم مهروب وما هم اليوم لنوب عني هارب شارب مذكور من بروم وانا منتشل شارب ما يدون اللي رايم ودلالي من المسارب مسارب لحدب وايم ومسارب بير القارب حق. فرض الموت على كل حد والناس في المستوي والرحمة والغفران بعد للشيخ الطالب بوي خلص عاقب تشريكتي ديني كبار مصيبتي وبناني وابن خيمتي سابقهم خيمة بوي والثاني في الشيفيرتي بين صديقي وعدوي بمراكيبي ونحيرتي بلبني ومروي
آمين آمين. زين حتى زين حتى زين حتى زين حتى آي ردات كلوك الفايتات زينات ويفاتو زينات لوك الجايات زينوك الفاتو ولك يفاتو ما انقر مان الله زين وفنسر طايم منه ما ينفتر وغيرك لما سحفاتو وليتنا هو من حد بر برقيص وتكفاتو نهولت فاتو قال سرنا فتفاتو وكفاتو بصوان اللي كيف التبر واللي بالحس رفاتو ردات كذوك الفايتات زينات وزيفات وزينات وزوك الجايات زينوك الفاتو طلع عليك يغلف البال حي صرتك يغلف البال حي ما نزل لك ما هو الحي من البير اللي فات حي صرتك يغلف البال حي ما نزل لك ما هو الحي من البير اللي فات حي رشوابين الوزانة ما حدك حي ولا نحي دانا عنك لمعانا وصرتك يعز اللي انشاف ما يفصلنا مولانا ما حدك حي وحي قاف من البير وحيانا كل شيء له سبب سكي هذه الحلقة دي لا تكبروا حتى فيها الكرش به اللي ما كانت محاطة عطر جيد غير ان شاء الله بعد ندور ان شاء الله هنا لخات نحضر حضر يعود زين من هذا ان شاء الله وهي طلباتهم اللي شفتها كاملة ولا فيها شيء ان شاء الله ولا هنا لا هنا هملو ندور ان شاء الله وندونها عندي كاملة لين نعدل لكم فيها ذاك يلا ان شاء الله قناة الاعصاب حاضرني بعد من ذلك مذكور الشرق انه خريف عقب دهره ما فيه ريف ريف يحثي ونسيف من سنين ترمات ومن طول الشد ونزيف سدرمات وتمات ومور اللي مات كيف سدر والطلح مات ومات ولا نعرف كان واد بقرفته دمات ومات والله كان ذاتي دمات وما مات الله ان شاء الله مختار يسول عن سداتي قال هذا اللي طلع حكى لي محمد البوب يرحمه قصته يعني حكاها لي بصوره شخصيه يعطيها الرحمن الغفران قال لي انه كان جاي من السنغال وانه معاه ام العيال وانهم بركوا عند سداتي ولا برحمه الله عندنا وعليه وانه اجبر فم بابو لهالدار وقبضت حاسنه حتى لابو لا قاع شي طبيعي وقبض ديمي الهول وهو محمد فرع لي كل حد من الخلطة يطرح له مرغايف طلع قال سداتي هو مول زين الحس ومن المغنيين بابا غن وقال الشين قيدات قليمي ريمي ومولات الرد فاردين ومولات قلي أصديمي ومولات الهول لا ينقال في الهول وحق تقيمي فيه القيامة يا فيه القيامة حق يا القيامة قيمي ديمي له انت مره نحكي طلع معه في المقام بطلبات الناس والوقت ما هو ياسر حتى خليه نعدوا لها الروام وتشوف هذا المقام اللي تعود تمشي معاه هذا واحد هون طلب مني مرات طلعت سليمان انهار الصفم جابر عند المفوض قم شي خالد ماني عارف كم 12 طون سمعت انه وسمعت 30 تقدم بيها ماشي بيها عنه عرضت له كهلة عند الفم قالت له يسهمها من قام طاله فرسها مشي ما كانت قاعة تظن ولا هنه لو كان وقسم كانت لا يتزمد منه يغاي يدورها تفهم عم اعطاه كبير سنه التانى متمني عشدان نجبر جيد يحلف دنه يحسمني سهم السليمان الكهلة ولا ظنه
يسمحوا لي هالغنى وهالهول باللي هذا لا روا موتوف. على كل حال احتراما لطلبات المستمعين، لا هنا نعد لهم ذاك. دخل التاهدر ان شاء الله ما ينساها. طلعت الشيخ بالعتيق خير الحساد يخلوكم من ديماني، لا ينساها. عاد اللي قط نجبر والله نحكي في رواية عن تنفع في حزم السطر تنفعني صدراي. هذا الشريط قالوا الحمار معدلته ديمي ومختي. طلعت منينا قدرك ذل بيك مزوز بيك بلا صديق بيك الشعرة وبلا طريق بالزين مع الغينات مانك والشعرة قاع سيق خبيط ونغمات ورنات وصري طريق الهول اللي ما فات قلعت من قبلك فيه قيق شاعر لجن وفات من عند المشرق لي طقيق الخلق المخلوقات هذا متنهول بيك بيقا ونوتيقوات شهدوا عن صبعك ذي الشرير عنه فصيح وعات انه عنده العبار في رديون وتدنات الداه والزوين والله اللي مرحب بيك انت وسهله واللي بعدهم ياس من دغن الزين. انا مره نسكت عنكم، خلي لكم الموسيقى شوي. طالب مني صديقي وزميلي العزيز محمد الزين عني نحكي له صبر الحزيمي لا متان يلعق الله عليك وفيك بان شرح العز المدفون كان وجع ومتان حريق وجاك العز ما كنت ظان مجنب كنت طريق وبه اللي ماه عليك مان وحيلي فيك وسيق وصهران تبات على زنان ودمعك شوف تبجنيق ذا كامل فجل حد هان عمرك بيك تزحليق ويعذر لك عن موت شان وعذن الصيد وصديق وانه ميسور الحال كان مزاله بالدقديق وتم صبر بعد ولا بعاد خلل الصيد طريق وحد اخسر منك ريق زاد ما حزبت صف دقيق. وللت دمعا من خلايقه الكبرو ناجي خوي ويشير اسقر مني والخو صغير عذر من الله ما كبير على الناجي تشلاجي والناجي خوي لا تدير شي بخلاقك ولا جي مذكور الناجي عاد هك للمولع بيه ناجي وانا عندي يدرك ومسع فيه ناجي بي باطل اللي ما شك في شي وسهل ناجي الوقت ما تلم من ياسر حتى اقلعنا في وقت المقارة للبرنامج 30 دقيقة وانا مولي مضطر نعد ولا 30 دقيقة لان الوقت هون متأخر علينا شوي ومرة اخرى مرحب بكم ياسر بالترحيب ووعدكم ان شاء الله من الحلقات عودوا شبه من شوي عودوا مولي اكثر تحضير والله لا أحسن من بعض الوفاء لك الغدر
والله لا راك احمل البو احمد هو اللي يقول مريم يا خداه الا شاك عنها ما تبقيني نلقاك قالت ساك حذايا وحذاك قالت ساك اياك نولف بلد عناك ومريم ناك قالت فر محله يا خداه عدنا يشرح هاك قال انا ما في بلو انا لازم اللي بعد التم راك الكلام قل له يا خداه ويسوى مريم قبل تساك ويسوى تلو اسفين حتى ان مضطرين عن نحترم التوقيت وان شاء الله الحلقات المقبله دور تعود ان شاء الله هو اشبه من هذا وتعود ام اللي باذن الله تعالى محضره يعود ام اللي ذوك الطلبات اللي طلبتوا منا كاملين ان شاء الله لان ما اسمح حاله عن نجيبوه لكم بها وصفحه صفحتكم الوكاله تحت خدمتكم وانا امي تحت خدمتكم مره اخرى شاكر زميلي وصديقي المدير العام للوكاله عبد الله الفخر المختار وايضا صديقي وزميلي احمد والبو وشاكر ايضا الاخ والابن اللي تولى الاشراف الفني على وتنسيق الموضوع اللي هو الشيخ الفخر المختار وشاكركم جميعا وشاكر المشاهدين في الداخل وفي الخارج وان شاء الله البرنامج متواصل هو الله العظيم الكريم اللي متوحشين مريتان ولا نبقوه ولا قالي علينا وراجين لا ياسر ان شاء الله من الخير وياسر من الازدهار وياسر من الاستقرار وياسر من الامن وفي نهاية هاي الحلقة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.